الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: المرأة إذا كانت الصفرة معها مستمرة فماذا تفعل؟ الحمد لله، إذا كانت الصفرة معها مستمرة ولا ترى القصة البيضة وتكون الكدرة والصفرة مستمرة معها شهرا أو شهرين أو ثلاثة، فإنها تعتبر نفسها مستحاضة، فإنها تعتبر نفسها مستحاضة. والمستحاضة ماذا تفعل؟ المستحاضة إن كان لها عادة قديمة قبل إطباق الصفرة بها فإنها تجلس أيام عادتها السابقة، فإذا كانت عادتها تأتيها مثلاً في اليوم العاشر من كل شهر وتنتهي في اليوم الخامس عشر من نفس الشهر، فإنها تجلس في كل يوم في العاشر من كل شهر وتغتسل في اليوم الخامس عشر، ولا شأن لها بعد ذلك بما ينزل عليها من الكدرة والصفرة أو الدم إلى الشهر الثاني، فتفعل في الشهر الثاني كما فعلته في الشهر الأول، فتعتبر نفسها مستحاضة، لأنه ليس من طبيعة الحيض أن تستمر الكدرة والصفرة طيلة أيام الشهر، فهذا دليل على وجود خلل في الرحم، فهذا ليس هو الدم الذي تعلق عليه أحكام الحيض. فاعتبري نفسك يا أختي الكريمة، اعتبري نفسك مستحاضة، فتجلسين دورتك أيام دورتك المعتادة المعتادة سابقاً قبل وجود هذه الصفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك حيضتك، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي، والله أعلم.